بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم جميعا وجمعة مباركة على الجميع، ويعطيكم العافية أينما كنتم، سواء كنتم على رأس عملكم كأطباء امتياز أو أطباء عامين أو أخصائيين أو مقيمين، أو على رأس كتبكم أو على رأس مبادراتكم، يعطيكم العافية جميعا. بالبداية بدنا نهنئكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير، وكل عام كل أهلكم وأحبابكم بألف صحة وسلامة، وكل عام والأردن بألف ألف خير إن شاء الله. بدي أعرفكم عن نفسي، محدثتكم دكتورة ريما أبو ناجي، طبيبة امتياز في المستشفى الإسلامي، ومتطوعة في فريق حكيم في اللجنة العلمية نقابة الأطباء. بنرحب فيكم في ملتقى حكيم العاشر للإقامة والاختصاص في الأردن، وإن شاء الله تكون خطوة ناجحة في طريق التوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. بدنا نرحب بجميع المقيمين والأخصائيين والمحاضرين اللي يعني اقتصوا من وقتهم الثمين ليكونوا معنا اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة، وإن شاء الله أنها تكون بركة في العلم وتوفيق في الحياة وبركة في العمر إن شاء الله صدقة. هلا قبل ما نبدأ إن شاء الله، بس نحكي سريعا عن البرنامج تبعنا. إحنا في عنا اليوم 3 محاور، رح نبدأ إن شاء الله مع حكيمنا وأديبنا الدكتور أنس المحتسب. رح يكون في محاضرة عن الاختصاص في الأردن أو كيف تختار تخصصك. بعدين حيكون في حوار مع المقيمين، نقاش مع المقيمين، وبعدين حيكون في حوار مع الأخصائيين. بداية دكتور أنس حيكون تقريبا من الساعة 3:30 للساعة يعني 4:30، بعدين في بريك قصير للصلاة، بعدين يعني فقرة المقيمين تقريبا من الساعة يعني 5 إلا ربع للساعة 6، ابتداء من الساعة 6 راح نبلش مع الأخصائيين إن شاء الله. قبل ما نبدأ بدني أرحب بحكيمنا، بعضو لجنة بمسؤول اللجنة العلمية في نقابة الأطباء، أخصائي جراحة العظام والمفاصل ومسؤول فريق حكيم، دكتور طارق التميمي. دكتور المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا دكتورة ريما، مقدمة طيبة. أهلا وسهلا بحضراتكم كل اللي بيشاهدونا، وترحابي يصل إن شاء الله تعالى حتى اللي حينضم معنا خلال هاي الساعتين ثلاث. أعرفكم على نفسي، أنا اسمي طارق التميمي، وأنا أخصائي جراحة عظام مفاصل، عضو في مجلس نقابة الأطباء الدورة الثانية، ورئيس اللجنة العلمية، ورئيس أو مدير أو مسؤول أو من يعمل في برنامج حكيم التعليم. قد يكون البعض منكم معلومات سابقة عن برنامج حكيم التعليمي أو البرنامج الوطني لإرشاد الأطباء الجدد، والبعض قد لا يعلم عنه. هو برنامج انطلق في بداية وربيع 2012، بالتالي الآن هو عمره 8 سنوات. الفكرة الأساسية منه هو هذه الندوة، لما أصبحت أماكن الاختصاص شحيحة وأصبح التنافس عالي جدا، كان لابد أن يكون هناك تسهيل على الزملاء من خلال توفير لهم معلومات تفيدهم في أينما يبذلوا جهودهم، في أي اتجاه، في أي مستشفى داخل البلد ولا خارج البلد. والأمر بعدما كان هو نوع من أنواع زي ما يسموها ضربة حظ، يكتشف فيما بعد أن الموضوع له أصول وله أسس تساعدك على اتخاذ القرار وتساعدك على اتخاذ القرار المناسب في التخطيط للمستقبل. وبالمناسبة يعني هو كيفية اختيار التخصص هو جزء من حياتك أو حياتك في التخطيط للمستقبل، إن هي حقبة من عمرك وستمضي، ولكن سوف يبنى على أساس الكثير. بالسابق كانت الأماكن اختصاص يعني تقريبا هي أكثر من الخريجين في زمني، أنا قدمت في أكثر من مكان وكان ترتيبي يعني الثامن على المرشحين للقبول في جراحة العظام. الآن في نفس المكان اللي أنا تخصصت فيه الجامعة الأردنية، بتوقع كل سنة بقدم المئات على نفس التخصص، وبالتالي يعني كل سنة عن سنة تظهر أهمية إنه يكون في عنا رؤية أوضح وأشمل، إيش هو التخصص اللي بناسبني حتى نقلل من لا سمح الله خطأ ضياع الفرص. البرنامج التعليمي في حكيم شقه الأساسي هو هذا الإرشادي اللي الآن إحنا بصدده، وفارس
حلقتنا اليوم الدكتور أنس المحتسب حيقدم هذا الموضوع بشكل علمي، وخبراته المتراكمة إن شاء الله تعالى يضعها بين أيديكم، ويكون معكم مجال للسؤال والمشاركة. الجانب الآخر من حكيم هو جانب تعليمي من خلال دورات أخرى لم يتسنى الآن عرضها بسبب الوضع الصحي اللي احنا فيه الآن، وهو جانب مهم يتعامل مع كيفية أدائك لمهنة الطب في حياتك اليومية تحت عنوان عريض أسميناه How to manage a GP clinic. لا شك أنه الجائحة اللي احنا فيها أثرت العقول بطريقة استخدام التعلم عن بعد، ويبدو أنه في المستقبل على الأقل القريب إلى المتوسط سيكون موضوع التعلم عن بعد هو جزء أساسي، ولعله يؤصل بتعليمات ويؤصل بقوانين لحتى يصبح جزء أساسي من حياتنا. وبالتالي من تعود في حياته على أن يكون التعليم لديه بالتلقين سيجد صعوبة، لكن من تعود بحياته على أن يكون التعلم لديه بالابتكار وبإيجاد حلول التحدي سيجد ذلك ممتع وسيجد ذلك مفيد. فنحن وإياكم بإذن الله تعالى فريق واحد، سواء كنا كمنظمين أو أنتم كمشاركين، نريد أن نتخطى هذه الأزمة اللي احنا فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى أهلنا وعلى بلدنا بالشفاء التام، وأن نكون نحن سبب من أسباب هذا الشفاء، لأنه هذا شرف عظيم لنا. أنتم بتعلمكم تساعدون على صحة على قيام صحة المجتمع على أسس صحيحة. أنا لن أطيل أكثر على حضراتكم، ولعلنا نلتقي أكثر وأكثر في مرات قادمة، وإن شاء الله تعالى تكون في ظروف خنقول أكثر تفاعلية، لو فرضنا أنه في محدودية للتفاعلية الآن معكم، لكن إن شاء الله تعالى نلتقي دائما على خير وفي الخير. وأترككم الآن مع دكتور أنس المحتسب، وهو يعني عمود من أعمدة البرنامج الوطني لإرشاد أطباء الجدد حكيم. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا دكتور طارق، وشكرا جزيلا دكتورة ريما على يعني هذه المقدمة. مساء الخير جميعا، والله يعطيكم العافية. حقيقة أنا لا أخفي امتناني لدكتور طارق ولبرنامج حكيم، لأني أحسب أنه هذا البرنامج كنت وما زلت أقول أنه يعني كنت أتمنى لما كنت أنا في الامتياز أنه لو كان في برنامج مثله يقوم بتوجيهنا وإرشادنا ونستفيد منه كهذا البرنامج. فالحقيقة هو يعني كنز عظيم، ويتيح لي شخصيا على الأقل فرصة رائعة وطيبة جدا للتواصل مع حضراتكم، وإن شاء الله تعالى الله يعني يكتب على إيدنا نصح يكون في مكان مناسب. برضو المقدمات مش راح أطول فيها أكثر من هيك، راح أحط البرزنتيشن ونبدأ في المحاضرة. نقول بسم الله. بس قبل البرزنتيشن بدي أعمل هاي الخطوة عشان أضمن إنه الصوت أموره ما تصير عليها مشاكل. طيب، كيف تختار تخصصك الطبي؟ هذه طبعا يعني المرة زي ما تفضل دكتور طارق البرنامج من 8 سنوات، فأنا حقيقة ما أتذكر بالضبط كم مرة أعطيت هاي المحاضرة، أكثر من 8 مرات بلا شك. كل مرة طبعا نحاول نطور عليها ولو شيء بسيط. نحن عندما نتحدث عن التخصص فإحنا نتحدث عن مفهوم عام، يعني التخصص ليس بالضرورة، لا يعني بالضرورة شهادة أكاديمية معي شهادة بورد بالتالي أنا متخصص. لا، خلينا نوسع شوي المفهوم، نطلع برا شوي ونتطلع على التخصص كمفهوم عام. فبالتالي هو ليس مختصرا على الشهادة التدريبية أو الأكاديمية، قد يكون تعبيرا عن خبرة طويلة أو اهتمام خاص في مجال محدد، وقد يكون خارج الطب. مثلا ممكن تكون في عندك طبيب أخصائي باطني غدد صم، تمام،
يقول لك أنا تخصصي أو اهتمامي الفرعي هو في الثايرويد، بيكون عنده مجموعة أبحاث، مجموعة خبرات كلياتها متراكمة كلياتها على عن الثايرويد، فممكن نعتبره من باب الريسيرش هو متخصص في الثايرويد. نفس الشيء ممكن يكون في طبيب يعمل في الصحة المدرسية، يوم الأيام تواصلت مع الإذاعة بدهم حديث عن الصحة المدرسية، قلت لهم والله أدلكم على طبيبة خبرة 15 سنة في الصحة المدرسية، هي طبيبة عامة لكن خبرتها ال 15 سنة هذه شكلت لها ممكن نعتبر أنه هي متخصصة في هذا المجال. الآن ممكن طبيبة قررت أنه عدم لا تمارس المهنة، قررت أنها تنشغل بأسرتها تربية أولادها، وبالتالي هي اعتبرت نفسها تخصصها ميدانها الأساسي المهم تربية الأولاد، هذا لا يعيبها. طبيب آخر ترك المهنة كلياته وطلق الطب وراح تحول لإيش؟ لتجارة الأجهزة والمعدات الطبية مثلا، وهذا موجود يعني. فهذا يعتبر أيضا حول حالة التخصص تاعته من الطب إلى حالة التجارة في هاي المجالات. ممكن نلاقي ثلاث أطباء كلهم متخصصين في نفس المجال، لكن واحد مهتم بالإديوكيشن بالتعليم، واحد مهتم بالميديكال رايتنج، واحد مهتم في الجودة كواليتي أشورانس والأمور هذه، فيصبح حالي من التخصص الفرعي في هذا الأمر حتى وإن لم يحصل شهادة. فقط ملاحظة تقنية، إذا صار معكم أي مشكلة اكتبوا لنا على الشات، اذا صار كمان في مشكله حاولوا اعملوا ريفرش للشاشه قبل ما انه يعني ممكن تمشي الامور لحالها. تمام، نرجع لموضوعنا الان. خليني اطرح هذا السؤال على حضراتكم، كيف ترى نفسك على عمر 50 عاما؟ كيف ترى نفسك على عمر 50 عاما؟ لانه زي ما تفضل الدكتور طارق، التخصص هو فرع عن سؤال اكبر بكثير، وهو إيش التخطيط للحياة ورؤيتك لحياتك في المستقبل. تمام، طبعا هذا بقول لك تبعون التخطيط للحياة، بقول لك هاي هيك حط لحالك، خد فرصة للتأمل بهدوء وغمض عينيك كمان عشان يعني تصير الدراما أكثر الموضوع، وننتظر منكم هيك كل واحد وإن كان قاعد لحاله يغمض عينيه برضو وهيك يتخيل حاله بعد 50 على عمر 50 سنة، انتوا هلا اعماركم بال 25 يمكن، ويتخيل حاله لجواب هو بعد 25 سنة كيف اين هو. ما بدنا فيديو، بدنا سكرين شوت، هيك يتخيل حاله في مشهد معين واخذ لحاله سكرين شوت كيف بتخيل حاله. بدي اعطيكم نص دقيقة لهذا الامر ولخيالكم انه يعني يسرح ويمرح شوي. طيب تمام، نفترض انه الان صار خيالكم اخذ مجاله على عمر 50، بيطلع لي دور تعيين ان شاء الله. لا ان شاء الله قبل هيك يا محمد. طيب كيف رايت نفسك على عمر 50 استاذا جامعيا في مختبرك في العلوم الاساسيه في الخليج، تركب سيارتك الفارهه متجها من عيادتك الى قصرك في دابوق عيش، في مهنه اخرى غير الطب، استشاري ورئيس قسم في وزارة الصحة، في أمريكا، في الصين، تعرف China is coming، ولا محبط؟ خلينا بالله نشوف، في عنا خانة بول بدي أشغلكم إياها تصويت، إذا في مجال بالله تجاوبوا على التصويت راح يطلع عندكم خانة للتصويت، يا ريت تجاوبوا على التصويت. دكتور طارق، دكتور ريما، في صوت من عندكم واصل، إذا في مجال تعملوا ميوت لل
في 16% رايحين على الصين. لا خفت النسبة. يعني والله النسب لطيفة يعني، خلينا نشوف. في 7% محبطين الحمد لله، في كتير ناس رايحين على الصحة. والله في ناس متأملين يعني يوصلوا يبنونهم قصر في دابوق يعني على العمر 50. كويس جود. It's too early. تمام تقريبا هيك وقفت. خلينا نوقف البول على اساس نحكي لكم النتائج. 8% من حضراتكم يرى نفسه استاذا جامعيا في مختبر في العلوم الاساسيه، يعني بنحكي قاعدين عن 5 إلى 6 اشخاص. ممتاز. في الخليج 12%، بتركب سيارتك الفارهه الى قصرك في دابوق 19%، يعني خمس المجموعه متفائلين جدا ما شاء الله، الله يبارك. وفي مهنه اخرى غير الطب 8%، اوه ممتاز. استشاريا رئيس قسم في وزارة الصحة 27%، يعني حاطين أمل كتير كبير في الوزارة، وأملنا فيك كبير كمان. في أمريكا 12%، في الصين 4%، يعني هذول بيطلعهم 3-4، هذول تشاينا إز كامينج، محبطين 6%. طيب الله يكرمكم إن شاء الله تعالى. خليني بالله أنا في بول تاني حابب إني أطرحه عليك ونتعرف على طبيعة الشباب الموجودين عندنا. إذا في مجال بس هيك تحكوا لنا انتم ايش تخصصاتكم. انا هلا عملت نشر له، هل انت طالب طب في المرحله الاساسيه، طالب طب في المرحله السريريه، طبيب امتياز، طبيب عام وطبيب مقيم. خلينا نشوف ايش البروفايل تبع الحاضرين عشان نعرف اين نحن من الخارطه. في معنا اطباء مقيمين. دكتور طارق حكى لي حط ناس، في ناس مش اطباء اصلا. إذا اللي مش أطباء بالله يكتب لنا على الشات بعد إذنكم إنه هو مش طبيب، إلا إذا مش حاب يكشف حاله. تمام. يعني إحنا بنتكلم خلص بركة كافية. بنتكلم 57% امتياز، 32% عام، و 80% منهم أطباء مقيمين، وفي عنا 1% طالب في المرحلة السريرية. طيب ممتاز جدا، خلينا نكمل كلامنا. إذا إحنا نرجع على موضوع التخطيط للحياة، برضو هذا سؤال بهمني أن نعرفه. إحنا لما طرحنا هذه الأسئلة وإنت كيف ترى نفسك بعد 25 سنة، خلينا نسألكم بالله يا شباب، كم واحد فيكو، هذا برضو بول، يمكن البول الأخير يكون كويس، كم واحد فيكم لديه خطة مكتوبة للحياة؟ لديك خطة مكتوبة للحياة؟ بالله تجاوبوا نعم أو لا بعد إذنكم. لا، نعم، نعم، لا، يلا. يعني والله في نسبة جيدة، عندهم خطة يعني مكتوبة، وهذا شيء جيد والله لطيف. تقريبا ثلث الموجودين، بثلثين، ثلث الموجودين لديهم خطة مكتوبة في الحياة، وهذا شيء طيب جدا. ممتاز. إذا ندعوكم بزبط راسمة بخيالي معاذ، الله يهديك يا معاذ، لا اكتبها يا معاذ. طيب احنا عندما نتحدث عن التخطيط او اختيار التخصص، انما نتحدث عن جزء من ايش؟ التخطيط للحياة. فالطب جزء من حياتك وليس كل حياتك، او جزء من حياتك وليس كل حياتك، ومع ذلك هذا الجزء محوري. يعني احنا على الاقل امضينا من حياتنا 6 سنوات في هذا الطب،
ويعني الله أعلم قديش راح قد نمضي فيه كمان سنوات أخرى. فبالتالي اختيار التخصص جزء من رؤيتنا لنفسنا ولحياتنا المستقبلية. وبالتالي هذا بيجي السؤال الوجيه، إنه ليش إحنا لازم يكون في عندنا خطة في الحياة؟ من لديه خطة في الحياة لعله يكون عنده اختياره للتخصص أو لديه نقطة انطلاق معينة تساعده. في المقابل الآخرين ممن ليس لديه خطة مكتوبة في الحياة ندعوه إنه يضع خطة لحياته، وهذا إشي مهم جداً. وطبعا يعني مرة تانية هدول الناس اللي بيحكوا لك خطط لحياتك بقول لك اقعد ايش في غرفة هادئة واعطي حالك استراحة في جزر المالديف لمدة اسبوع كويس واعملها هيك يعني في اجواء هادئة. طبعا احنا الان يعني في ظرف الكورونا هذا عندنا حظر تجول قصري، ففي عندنا لحظات هدوء يمكن كثيرة ولحظات فراغ كثيرة. خلينا نستثمر، خلينا نحكي يومين ثلاثة من حياتنا فعلا نضع خطة لحياتنا. أدعوكم إلى يعني كتاب كيف تخطط لحياتك للدكتور صلاح الراشد، شخصيا استفدت منه كتير. ممكن أونلاين تفتشوا على يعني لايف بلانينج أو تخطيط الحياة، فيديوهات أو مقالات في موقع اسمه مايند تولز، في تبويب عن إدارة الوقت وفي فرع منه بتحدث عن التخطيط للحياة. فأدعوكم ابتداء نبدأ بهذه الخطوة، لأنه لما نبدأ بهذه الخطوة ستترتب لدينا أفكارنا وتوجهاتنا في اختيار التخصص، واحد أحكي لكم كيف الآن. وأنت تضع خطة حياتك حط في بالك حاجة بلدك، يعني ما يكون هدفنا ولا همنا هو التخطيط لنفسنا ونجاحنا الفردي دون أن نفكر بالبلد كلها، ماذا تحتاج وما هي أولويات البلد. في مفهوم شرعي فقهي مهم جدا اسمه فرض الكفاية، ومعناه أنه الفرض الذي يسقط عن الأمة إذا قام به بعض أفرادها، وإذا ما قامش فيه بعض أفرادها تأثم الأمة كلياتها. فبالتالي بدنا نسأل حالنا، طب إيش التخصصات اللي فيها نقص حاد وما حققناش فيها الكفاية؟ طبعا إحنا عندنا نقص في كل المجالات نحب نحكي لكم، لكن في مجالات أشد من مجالات، وكمان في اعتبار الكفاية بالبعد المكاني. كلياتنا يمكن هلأ احنا ما بعرف مسألناش برضو مين سكان محافظات، مين قريب مين بعيد، يمكن كلياتنا منحب نكون في مكان يعني مستشفيات مرموقة، لكن قديش منحب كمان انه نحد نكفي حاجة الاماكن الطرفية والاماكن البعيدة والقرى والارياف. فاعتبار البعد المكاني، من سيملأ الفراغ، هذا اشي كتير مهم. الان هذا الحقيقة مسؤولية مشتركة الأصل من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمجلس الصحة العالية، يكون في حالة من توجيه الأطباء نحو التخصصات المطلوبة حتى نساعد زملائنا الأطباء في اختيار التخصص بالطريقة الصحيحة. فهذا الشيء أدعو الجميع أنه نفكر فيه، ونحن نضع خطة حياتنا ونضع تصورنا لتخصصنا. طيب الآن خلينا نحكي شغلة كتير مهمة. للأسف في واقعنا حمزة يقول في إشباع بمعظم التخصصات حسب علمي، بأكد لك إنه معظم التخصصات لا يوجد فيها إشباع، بحب أكد لك. الآن اختيار التخصص قرار مهم وهو مسؤوليتك وحدك. خليني بالله أسألك هذا السؤال، يعني بدي أعمل بول جديد هيك هلأ مباشرة، بدي أسألكوا هل اخترت الطب بنفسك أم اختاره لك غيرك؟ تمام؟ هل راح أحط هذا البول؟ كويس، ونسمع شو إجاباتكوا. أنا متأكد إنه راح يكون في عنا أشياء. حين سألنا لكم هذا البول بعد إذنكوا تجاوبونا، هل اخترت الطب بنفسك أو اللي اختاره لك غيرك؟ اللي اخترته بنفسك اكتب نعم، اختاره لك غيرك لا. والله في واحد أول ما حطيت البول حط لا، تقول هذا يعني بنفسه. طبعا يمكن هو هلأ بضحك قاعد. والله يعني هنالك نسبة لا بأس بها فعلا.
يعني نتكلم عن النحو. في حدا كتب على الشات. ما تكونش انت يا خالد. نرجع على البول. للأسف أنت ما في مشكلة. تمام. إذن في عنا والله نسبة لا بأس بها، يعني 18% من الناس اختاروا يعني 81% اختاروا الطب بنفسهم، وهذا شيء جيد على كلين. يعني 81% بنحكي عن تقريبا 57 واحد، في المقابل أن 18% من أصل 73 لا ما اختاروش الطب بأنفسهم، وهذا يعني حقيقة مدعاة للقلق. بس كان في سؤال تاني بس انه نسألك اياه. يعني انت لما اخترت الطب، خليني برضو احط لك اياه، كنت تحب الطب ولا لا؟ ترى احنا بالمناسبة يعني هاي بدنا المحاضرة تكون تفاعلية دردشة اكثر منها تكون محاضرة جامدة. يعني هل كنت ترغب بالطب ولا حب بعد الزواج زي ما بيحكوا؟ كنت ترغب هل ترغب بالطب اصلا؟ يعني هل انت في عندك رغبة في الطب ولا كله يعني اي حطلت لكم اياه؟ بالله اذا في مجال تحطولنا. دكتورة ريما نفسها اللي بتقدم يعني معانا بتقول لا، يا سلام. وخالد بوريني بيقول للاسف انا لا للاسف انا هاي على الجواب الاولاني. تمام، بالله تجاوبوا علينا، هل ترغب بالطب اصلا؟ اوه كمان في 15%، يعني يبدو انه في نسبه صار في عندها حاله حب بعد الزواج، يعني حاله حب للطب بعد ما يعني دخلوا البرنامج، لانه يعني النسبه اقل شوي 14% لا 85 نعم. طيب تمام، ممتاز جدا. مين كتب لنا؟ نعم جدا للاسف، خديجه احمد تقول انه كمان هي لا ترغب في الطب. طيب ممتاز، اذا هذه فرصه اليوم احنا ماتشور انف ناضجين. اللي غير اختار التخصص لإله انا ادعوه ما يعيد الغلطة هاي مرة ثانية، لا يدع احد يختار تخصصه نيابة عنه. الان نهائيا ما يكون القرار القادم، اذا القرار الماضي تم اتخاذه بضغط من الاهل او باختيار من الأهل على اعتبار أنه إحنا كنا عمرنا 18 سنة ولساتنا صغار ولساتنا مش عارفين شو بدنا ومش فاهم مصلحته، تمام؟ فلا تدع هذا الأمر يتكرر. شوفوا إحنا للأسف نعاني من شغلة، نعاني من أمر أنه للأسف إحنا ننطلق مباشرة بعد البكالوريوس إلى التخصص، بعد التوجيهي إلى التخصص إلى المباشرة للبكالوريوس دون أن نمر بتجارب معينة في الحياة. ترى بالمناسبة أنا واحد من الناس اخترته بإرادتي لكني ما بحبه أيضا، وما زلت ترى بالمناسبة تعدلت النفسية شوي بس هلا بحكي لكم. لكن القصد أنه في كتير منا يعني ما بيكون عارف تماما أين توجهاته، يعني يدرك توجهاته بعد سنة أو سنتين ثلاثة عبين ما يخوض تجارب في الحياة ويتعرف على معارف أخرى في الحياة، فبتلاقي أدركها متأخرا. عفوا أحكي شوي عن حالي، وعن كنت بديش أحكي كتير عن حالي، إنه واحد من الناس أدركت إني أنا في سنة ثالثة الطب ما بدي الطب، وكنت أصلا بالتوجيه بقول بدي الهندسة، واكتشفت إني ما بدي الهندسة، واكتشفت إنه الميول تاعتي أكثر في العلوم السوشيال ساينسز، في العلوم الإنسانية. فبالتالي كثير منا اتصور، انا بعرف كثير زملاء كانوا يقولوا بدنا الطب بدنا الطب بدنا الطب، بعدين اكتشفوا حالهم انه احنا ما بدنا الطب، ومجال ابداعهم في مجال اخر مختلف كليا. اذا في عندنا فئه تم اختيار التخصص لهم بانفسهم، عفوا اختاروا، في ناس وفي ناس عائلاتهم اختاروا لهم التخصص. هذول اللي اختار الناس لهم التخصص ندعوهم ما تخلي حدا يختار لك التخصص، تمام؟ التخصص قرار مهم ومسؤوليتك وحدك أنت، وحياتك هي مجموع قراراتك أنت،
تمام؟ وبالتالي لا تدع غيرك يختار لك تخصصك وتحمل مسؤولية القرار. بالنهاية واحد اختار يدرس طب، هذا حياته بتمشي باتجاه، واحد اختار يدرس إشي تاني غير الطب، حياته بتمشي باتجاه آخر، واحد اختار يتخصص بعد الطب عظام مثلا، ولا طب أسرة، ولا نسائية، ولا طب مجتمع، ولا أكاديمي، فيسيولوجي، فارماكولوجي، اتسترا، تمام؟ هذا حياته بتمشي باتجاه مختلف كليا، فهو يعكس نمط حياة ويعكس إيش رؤيتنا لحياتنا. بالتالي لازم نتحمل مسؤولية قراراتك. أنا ما زلت أذكر كلمة من صديق لي ذكرها لي وأنا في بكالوريوس، يعني لسه في السنوات الأولى، سنة ثالثة رابعة طب، حكى لي كلمة عجبتني. قال كثير منا لا يريد اتخاذ القرار بنفسه حتى يحمل مسؤولية القرار ومسؤولية الخطأ على مين؟ على الناس، على المجتمع. أنتوا يا أبو يا أم اخترتوا، أنتوا يا وزارة الصحة ما حطتوا لنا المجال، أنتوا يا نقابات ما فتحتوا لنا وما ناضلتوا لأجل إيش اختيارنا. ترى فيش حد راح يسأل عنك، بحب أحكي لك من هلأ، ولا حد راح يسأل عنك، أنت راح تختاري تخصص بنفسك، وأنت ستحمل مسؤولية هذا القرار. فبالتالي القرار اتخذه بنفسك، ماشي الحال؟ وكما أنه إحنا واتخذ فرصة الآن لتخطط لاختيار تخصص الآن. مهم جدا قبل ما نمضي، لا تكن عنيدا وما خاب من استشار، يعني استشرت واحد واثنين وثلاثة وأربعة وأشاروا عليك من عدة اتجاهات برأي معين، احتمال كبير أنه على الأغلب احتمال كبير رأيهم صواب، تمام؟ لكن ترى مش بالضرورة تكون صحيح، يعني بالنهاية الناجحين والمبدعين هم اللي بيخرجوا عن الستاتس كيو، اللي بيخرجوا عن الإشي المألوف، تمام؟ وبالتالي بس هيك شاور واتخذ قرارك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، تمام؟ طيب هذا الحكي حكيته لك للناس اللي غيرهم اختاروا التخصص إلهم، بدعوكم اختاروا التخصص الآن بنفسكم. بس في ناس كتبوا لنا هلأ على الشات إنهم هم يعني بحبوا الطب ولكن أسفين على القرار، أو ما بحب الطب ولكن لو رجع الزمن برجع بختار الطب مرة تانية. أدعوكم بصراحة، يعني أو صار حب من طرف واحد، أدعوكم حقيقة إنكم تتريثوا، لا تستعجلوا. الجميل في الطب، الجميل في الطب أنه تخصص، يعني تخصصات اللي فيه متنوعة تنوع كبير جدا، بحيث يملأ كثير من احتياجات النفسية وميول الشخصية لكل واحد فينا، تمام؟ فبالتالي خلينا نكمل ونوضح هذا الكلام، ومن بعدين نشوف إذا هاي ما زالت هذا الشعور بالنسبة لكم موجود. حمزي يقول ممكن الجمع بين الطب والعلوم الإنسانية، لكن صعب، مش كثير، نخبرك إن شاء الله. طيب الآن اختيار التخصص هو عبارة عن ثلاثية: رغبة، فرصة، قدرة، رفق. رفق، ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ما هي رغبتنا في التخصص؟ ما هي الفرصة المتاحة؟ ما هي قدرتنا على الأداء، على قدرتنا على ممارسة هذا التخصص؟ إحنا كتير أحيانا بيكون عندنا رغبة إنه نتخصص في مجالات عديدة، لكن الفرص غير متاحة، فبنضطر إنه نتجاوز رغبتنا إلى ما هو إيش؟ ما دون رغبتنا، نتيجة الفرصة الأمامنا. أحيانا بيكون عندنا رغبة وعندنا فرصة موجودة، لكن قدرتنا تكون محدودة، مو قادرين إنه نمضي في هذا الموضوع. واحد عنده رغبة يتخصص في أمريكا، في وأمامه فرصة إنه يطلع وعلاماته عالية، لكن ما عنده قدرة مالية إنه يقدم امتحانات، فبتلاقيه، وهذا كتير زملاء بنعرفهم، دخل على واحد من المستشفيات الجامعية عندنا أو مستشفيات الخاصة عندنا في البلد، تخصص باطني، خلال سنوات الإقامة اشتغل قدر يجمع شوية فلوس، طلع دفع حق الامتحانات ومتش على أمريكا. هذا كتير شائع بالنسبة لنا. ممكن واحد شاطر جدا وعنده رغبة والفرصة متاحة، لكنه عنده مثلا مرض معين، مرض مثلا في النظر، مرض في الحركة، واحنا بنعرف بعض زملائنا بعض ممكن من اساتذتنا، ومع ذلك كانوا متميزين جدا فاختاروا اختصاصات اخرى او اختصاصات فرعيه نتيجه انه عنده حاجه او ليميتيشن معين. ممكن يكون الليميتيشن هو عباره عن ليميتيشن مكاني، او انا يعني عندي رغبه وعندي فرصه متاحه، لو قدمت راح شاطر كثير ومقبوله، لكن انا
بدي أتزوج، وتزوجت وحملت وعندي أولوية الأولاد، فأصبح عندي مشكلة في موضوع التنقل. الآن في كتير زميلات ما حضروا التجول، عندهم مشكلة وين يضعوا أولادهم في الحضانة، فيش حضانات. فتحدث عندنا أمور تؤثر على قراراتنا وتكون وغم أنوفنا، يعني مش بإيدنا الآن. طيب، وبالتالي الإنسان ينبغي أن يوازن ما بين رغبته وفرصته وقدرته. مش دائما الرغبات وما نيل المطالب التمني، ولكن تأخذ الدنيا غلابة. ليس دائما كل إنسان ما يرغبه يحققه، وبالتالي بده يوازن الفرصة. احنا بنعرف انه احنا قاعدين نخوض التخصصات الآن ونمضي في التخصص في جو عالي جدا 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 من التنافس، وبالتالي الفرص المتاحة أصلا محدودة، وبالتالي هي فرصة، الفرص كتير محدودة، وبالتالي علينا أنه ندرك ما هي الفرص المتاحة ونتحرك في إطارها. وملتقى حكيم هذا كلياته اليوم، الندوة هذه كلياتها والفقرة اللي بعد محاضرتي هي للتعرف على الفرص المتاحة، أين هي المجالات وما هي الخيارات. نجاوب على بعض الأسئلة. شكل الطب مش للبنت متندمة بس مش كتير. لا والله مش صحيح يا دكتورة لبنى، ليس صحيحا أبدا. واحنا نحكي لك معلماتنا أستاذاتنا يعني طبيبات كلياتهم، يعني في طب الأسرة معظمنا بنات، يعني معظم الموجودات هم زميلات فاضلات الله يحفظهم. متى راح تبلش تحكي عن التخصصات؟ هذا في الفقرة البعدية دكتور إسلام أو دكتور إسلام. فبالتالي عندنا حالة الاتزان ما بين رغبتنا فرصتنا والقدرة اللي عندنا. طيب خلينا نسأل حالنا، إيش رغبتنا في التخصص السريري؟ رغبة عالية. اسأل حالك رغبتك في التخصص السريري كلينيكال تمام. إذا رغبتك عالية امشي في الموضوع حسب رغبتك والفرص المتاحة والقدرات اللي عندك. إذا رغبتك منخفضة في الكلينيكال ميديسين، نصيحة من هلأ اتركه. إذا مش قادر تطيقه مطلقا، يعني أضرب مثال، زميلة من زميلاتك يوم الأيام بعد مثل هيك محاضرة بتتواصل معاي تحكي لي مش رغبتها في الطب السريري، لا تتكلم عن رغبتها في مستشفى معين في قسم معين بلشت تداوم فيه لكن حقيقة لا تطيقه. فكان نصيحتي أنه يعني، فكان سؤالها أنه أكمل ولا ما أكملش. نصحتها إذا كنت بهذه الدرجة لا تطيقين ادعيه. بالنهاية يا جماعة الخير، السلام النفسية والاتزان النفسي والهدوء النفسي أهم بكثير حقيقة من الطب نفسه. يعني تذكروا الحياة أوسع بكثير من الطب، الطب جزء من الحياة. إذا كان الطب بالنسبة لي عائق كبير جدا، ثقل ضغط كبير جدا علي، فنصيحة اتركوه. لكن برضو تأنى، لأنه ممكن تلاقي في خيارات أخرى تفرع فيها من الطب، بتخسرش فيه الطب. الآن إذا كان رغبتك متوسطة، لا ما زلت ترغب، فحاول أنك توازن ما بين التخصص، أو ممكن في أسوأ الأحوال تعمل تعديل لمسار المهنة. يعني زميلنا اللي حكى الجمع بين الطب والعلوم الإنسانية صعب، لا مثلا أنت بدك في شيء اسمه طب المجتمع اللي هو social aspect of medicine، يعني الطب public health. هذا بدل ما أنك تمارس الطب تمام سريريا تعالج مرضى، بيكون دورك أكثر هو إيش؟ دور دراسات وأبحاث ودور وبائي. والآن في جائحة كورونا إلهم الكلمة العليا أطباء المجتمع الله يعطيهم العافية. فبالتالي في أحيانا زي ما قلت لكم الطب فيه خيارات كثيرة تنوع، إيش ممكن تنسجم مع كثير من ميولنا ورغباتنا. فبنحاول قد ما نقدر، إحنا عملنا 6 سنوات وأمضينا جزء من حياتنا، ما في داعي نشعر بشعور الندم. في البعض حط شعور الندم، لا أنا أتمنى منكم ما تندموا أبدا على القرار، ولا تدرون أين الخير، وما بتعرفوا الله سبحانه وتعالى شو كاتب لكم في المستقبل. بالعكس رح تكتشف أن الطب ممكن نوظفه بطريقة أو بأخرى للمستقبل بشيء كتير مفيد بالنسبة لكم. وترى بالمناسبة تعديل مسار المهنة ممكن يتم حتى بعد الكلينيكال. يمكن أنا ما عرفت بنفسي ابتداء، أنا درست طب وبعد الطب تخصصت طب أسرة، وبعد طب الأسرة حولت درست إشي أقرب للجلوبال بابليك هيلث أو هيلث بوليسي، وبعدين درست هيلث إيكونوميكس.
والآن رجعت أمام اسمه الطب بالمناسبة، واكتشفت حالي بزبط أكون دكتور. ف واكتشفت أن الطب فيه جمال وفيه شغلات حلوة. فبالتالي يعني التعديل وارد، وما زلت أمارس طبعا المجال الهيلث إيكونومكس والمتعلق بالهيلث بوليسي. فالأقصده يعني ما يكون في عندنا هكذا، يعني ما هيك تستعجلوا كتير في مواقفكم، ما تندموا كتير على شيء من الذي مضى. خلينا نكمل الآن. أيضا سألنا قبل أن تكمل في الطب تحقق من رغبتك، هل أنت متأكد من رغبتك بالطب أصلا؟ ممكن تعتبر الطب خلص شهادة حطها على جنب، كيف يمكن كتير من إخواننا أخواتكو أقاربكو درسوا طب وحطوا شهادة على جنب عادي جدا. واحد درس هندسة واشتغل بالتجارة عادي، مليان عندنا كتير هيك صح؟ أو درس هندسة وكمل MBA واشتغل بيزنس. أنا بعرف صديق إلي درس طب وكمل هيلث إيكونومكس، بيشتغلش بالطب خالص تمام، لكن استفاد من الطب. في صديق إلنا الأول على المملكة الله يسهل عليه موسى، كان هيك يعني عمله بتعرف الصحافي عمله هيك معاه مقابلة إنه يرغب في التخصص في جراحة القلب، كيف الاسم هذا تمام. موسى بسنوات الطب أولى تانية ماشي أموره، ثالثة بلش يكره الطب، حكي خلينا أصمد للكلينيكال أشوف كيف وضعي. بسنة رابعة اكتشف حاله إنه بيحبش الطب خالص. خامسة سادسة يعني لا طايق الطب ولا طايق يشوفنا أصلا. بسادسة يعني يدوب شفتنا عند الامتحانات بس. بالامتياز هيك شفته عند حفل القسم الطبي، حسيته تضايق مني إنه يعني التقى فيه يعني كويس. موسى مع يعني ظروفه هاي هيك تجي موضوع الفرص المتاحة والقدرات. مع جنسية طلع على أمريكا تخصص في إيش؟ ماستر كمبيوتر ساينس، ماستر في الكمبيوتر ساينس، هو يحب الكمبيوتر ببساطة، بالتالي كمل في هذا المجال. والآن يشتغل في إلكترونيك ميديكال ريكوردز. يعني بالنهاية الإلكترونيك ميديكال ريكوردز بالنسبة لهم أكيد أفيد واحد يكون طبيب عنده شوية خلفية عن الطب، ممكن يفيدهم ويكون عنده يجمع ما بين الطب ويجمع ما بين الكمبيوتر ساينس ويقدم هذا المجال. قد تستغربوا أني أنا بعد هذا المثال كنت أحكي عدة محاضرات، فأحد يعني في عدة مرات مرتين على الأقل يأتيني بعض الزملاء بعد نهاية المحاضرة يحكوا لي إحنا فعلا واحد من بحكي لي أنا فعلا بحب كتير الكمبيوتر ودائما بتابعه أول بأول وعلاماتي في USMLE عالية جدا، وهذا مثله أنا أدعوه يوم للأيام أنه يوظف حبه للكمبيوتر بطريقة أو بأخرى في مجال الطب، حتى لو كان عنده مازال يرغب في الطب والكلينيكال يكمل الكلينيكال هو الأهم، لكن يوظف حبه للكمبيوتر وفي كيف أنه يجمع ما بين الطب والكمبيوتر، وراح يكتشف أنه حاله بيبدع بشكل كبير جدا. فبالتالي نحط ببالنا إحنا إيش رغبتنا ونتساءل هل أنا أصلا أحب الطب كله؟ إذا ما بحب الطب نحول بكير. برضو قبل أن تحصر التفكير في الجانب السريري الكلينيكال ميديسن، لا 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 مش التخصص في الطب ليس محصورا فقط في الكلينيكال ميديسن، زي ما قلت لكم في إشي اسمه كوميونيتي ميديسن وفي إشي اسمه بيسك ساينسز. هذا البيسك ساينسز للأسف علوم مهملة. يعني إحنا هلأ كلياتنا بنعرف إنه أساتذتنا في الجامعات كتير منهم يعني عنا نقص في اللي بيدرسوا أناتومي فيسيولوجي فارما باثولوجي صحيح، وبالتالي ليش؟ لأنه كل الأطباء في عزوف هائل جدا عن هاي البيسك ساينسز. مع ذلك إحنا بنعرف إنه الآن جامعاتنا كليات الطب عندنا اللي قاعدة بتفتح بشكل كتير كبير مستعدة تبتعث كتير شباب وكتير بنات إلى الإيش التخصص في البيسك ساينسز تمام. وبالتالي فيها ميزة كبيرة إنه حقيقة إنه ندخل في هذا الجانب لمن يرغب. في فوائد عديدة في الموضوع. واحد، إحنا بنحقق كفاية المجتمع، نتذكر في فروض الكفاية وإحنا لازم نحقق إيش كفاية المجتمع في هذه المجالات. اثنين، فرصة الابتعاث عالية جدا، مين بيصح له يطلع يدرس برا ويحصل شهادة دكتوراه؟ حقيقة ناس محدودين، فبالتالي هذا استثمار أنت هم الدولة والبلد تستثمر فيك عموما وأنت تستثمر في نفسك. كمان فرصة عمل، هذه نقطة مهمة جدا، يعني أنت الآن بدك تتخصص في مجال بدك تعرف إيش فرص العمل المتاحة، فأنت الآن بعد ما تعثوك الجامعة انت تكون ضامن انهم بعد ما تخلص راح يشغلوك، وهذه ميزة مش موجودة عند الكل. كمان في مكان اجتماعي مرموقة تكون استاذ جامعي، وفي رسالة تعليمية وصدقة جارية علم ينتفع به، دخل مادي جيد جدا. احنا الكل للأسف ينظر الى بعض الاسماء اللي موجودة اللي بتحصل مبالغ هائلة
وننسى انه معظم الاطباء لا مش كيت. كمان في ميزات استاذ الجامعي، تامين صحي، مقعد طالب، هذا بعد لازم نفكر فيه وادعوكم انكم تفكروا فيه. طيب الان اذا يعني استثمر فرصه سنه الامتياز، او اللي داوم امتياز، اللي ما داوم يستثمر فرصه الامتياز، اللي داوم يستذكر حاله الامتياز اللي عنده حتى يتعرف على قدرته ورغبته. وفي شيء اسمه بقياس الكفاءه ابتيتيود تيست. خلينا قبل ما اكمل في ابتيتيود تيست، في هاي السلايد انا بعتبرها من اهم السلايدات في كل المحاضره كلياتها، تمام؟ في شيء بنسميه تريانجل اوف سكسس، تمام، يلي هو قائم على ثلاثه اضلاع: سكيلز، اتيتيودز، نوليدج. سكيلز، اتيتيودز، نوليدج. انت نجاحك المهني والوظيفي يا جماعه الخير ونجاحك يتمثل في هذه الثلاثيه. اهمهم واصعبهم في التغيير هو الاتيتيود. نحسب انه كلياتكم عندكم اتيتيود ممتاز، لكن افترضوا مثلا طبيب اتيتيود تاعه في عنده عدم التزام بالمواعيد، تمام، هذا لا يصلح، لا يستطيع انه يكمل المهنه. طبعا للاسف عندنا ثقافه عامه انه احنا ما بنلتزمش بالمواعيد، لكن يكون هذا إشي تكرار وإشي نمط، هذا يؤثر حقيقة على قدرتنا في إيش النجاح الوظيفي والمهني، سواء في الطب ولا غير الطب، تمام. بالتالي هذا الإنسان يحاول يجاهد نفسه حتى يغير من هذا النمط ويصبح عنده إيش عنده قدرة على الانضباط في المواعيد. في عندنا يمكن بعضنا عنده مشكلة في الكوميونيكيشن سكيلز بين الناس، يعني ممكن، وفي بعضنا في المقابل عنده قوة عالية جدا في الكوميونيكيشن مع الناس. هذه يمكن أبعاد الواحد يمكن مش مكتشفها في حاله. العمل في الامتياز أو في الإقامة أو العمل التطوعي، النشاط التطوعي سواء في فترات الجامعة أو حاليا العمل الجماعي التطوعي كويس، احنا كثير بننصح الشباب يتطوعوا، هي فرصة كبيرة جدا الإنسان يكتشف ذاته. يعني أنا بعرف يعني أصدقاء، واحد منهم مثلا معدله في التوجيهي كان منخفض جدا وتخصص في مجال له علاقه في الطب او في الصحه عموما، لكن ميزته الحقيقيه في ذكائه الاجتماعي. ذكائه الاجتماعي كان سبب اساسي في نجاح كبير جدا له، يسبق فيه كثير من الاطباء. هذا الذكاء في التواصل وتكوين العلاقات وحسن الحديث وحسن الخطاب واداره المشهد، هذه حقيقه ميزه قد يفقدها يعني زميل لك يكون نيرد، علامته هو أعلى منك بكثير وأنت يمكن معدلك جيد أو جيد جدا ولكن عندك هاي القدرات. فنرجع على موضوع الاتيتيود. اتيتيود مهم جدا نكتشف أنفسنا، اتيتيود تبعنا، وإذا في نقاط قوة نحافظ عليها ونقاط ضعف نعالجها، وهذا أصعب شيء نغيره. في عنا جانب آخر سكيلز، في عنا مهارات لازم نطور حالنا فيها ونكتشف حالنا فيها، سواء ممكن كوميونيكيشن سكيلز. يعني الزميل اللي برضه بيقول انا بحبش الطب، تخصص طب وكمل وهلا ما شاء الله يعني تخصص فاعل في الباطني، فسالت طب انت ما دام بتحبش الطب ليش ما تترك الطب كله؟ حكى لي لا انا اظن انه شخصيتي كثير مناسبه اكون طبيب، هو ملسن يعني بيعرف يحكي كويس مع الناس. ففعلا يعني ممكن تكون هاي جزء من السكيلز، ممكن يكون ريزوننج، في عندك منطق معين، فتايم مانجمنت، يحسن اداره الوقت وبالتالي اتخاذ القرار. الجراحين بده واحد يتخذ قرار بسرعه مثلا. النوليدج البعد الاخر، وهو النوليدج هو قديش بيكون عندك معلومات ومعارف. تعزيز المعلومات عندك، قوتك في النوليدج حقيقه يعزز ثقتك بنفسك، ويحسن حتى من نفسيتك ومزاجك. أو إذا كنت بتحبش الطب يمكن تصير تحب الطب إذا كنت أنت تشعر نفسك المتميز وأنت الأول، وأنت على الأقل لما تمر حالة تعرف تتعامل معها. فبالتالي يعني أنا أذكر مثال، واحد يقول لي أنه كيف ساعد واحد من المقيمين عنده أنه ينجح، شجعه أنه يقدم أحد الامتحانات في بريطانيا، يعني امتحان البورد أو امتحان الاختصاص البريطاني. فلما هو قدم الامتحان ونجح فيه، بحكي له كيف طبعا بعدين استفاد، بقول لما أدى الامتحان نجح فيه هو نفسه صار يشعر بثقة داخلية بحاله، وبالتالي صار يحترم نفسه وصار غيره يحترموه انه هذا نجح في الامتحان. فهذا يعزز حالة حبك للتخصص وتمكنك منه. إذن امتلاكنا نوليدج قوية جدا، سكيلز متمكنة، واتيتيود ممتاز، هذا يحقق لنا حالة النجاح. أتعرف على نفسي في هاي المجالات الثلاث وبالتالي أنطلق
في اختيار التخصص. الآن هذا في article منشوف في البي ام جي physician know thyself. طبعا هي فيها نوع من النكتة وفي ناس عاودوا وسعوا بالطريقة هذه، بتركلكوا إياه تطلعوا عليه لحالكم، بس خلينا نأخذ هذا المثال. اسأل حالك أنت medical student، اسأل حالك are you crazy ولا sane، عائل ولا مجنون، عفوا على التعبير بس يعني سامحونا هذا هيك المقال. بناء عليه اسأل حالك إذا كنت crazy الاتنشن سبان تاعتك is it significant، يعني في يعني مستعد تركز كتير روح سايكاتري، if not non-existent روح emergency medicine، خلاص بدي أخلص من المريض على السريع. طيب إذا كنت سين عائل وهارد وركر ولا لا، إذا كانت not so much اسأل حالك سؤال not so much، خلينا ننزل تحت afraid from light، afraid لاحظوا مش بتحب الظلمة لا بتخاف من الضوء، روح radiology. Afraid from of the dark اسأل حالك think big بتحبش الظلم بتحب الاشي هيك اللي مبين think big روح ديرما، think small روح افتالمو. اوكي اذا كنت hard worker very hard worker اسأل حالك الاتيتيود تاعك كيف، اذا nice اسأل حالك بتكره الاكبر بتكره مش بتحب الصغار بتكره الكبار روح اطفال، بتكره الصغار روح مدسن. إذا الاتيتيود وسط روح سيرجري، مع احترامنا لكل الجراحين. إذا doesn't matter اسأل حالك بتحب المريض يكون asleep ولا تكون dead، إذا كان asleep ادخل anesthesia، إذا كان dead ادخل pathology. طبعا زي ما قلت لكم يعني هذا فيه نوع من النكتة، ولكن حقيقة يمكن يكون فيه حقيقة إشارة مفيدة، وهذا فيه توسيع أكثر لمن يرغب. طيب إذا كوني في آخر المحاضرة أشارككم البرزنتيشن أو عشان تقدروا كلكم تنزلوه وتحضروا. في أونلاين كويز، وحقيقة هذا بدعوكم جميعاً إنكم تفتحوا عليه وإنكم تستفيدوا منه. خليني أحاول أفتح لكم إياه بالله. What's the ideal medical specialty؟ What's the ideal medical specialty؟ بدي أعمل screen share لهذا التاب. هذا الموقع، هذا الموقع اللينك موجود عندكم. What's the ideal medical specialty؟ أقول لكم حتى يعني بس خوف ما أنكم تنشغلوا فيه، برضو ذكروني أعمل لكم share له على الشات. هذا بيعطيك أسئلة هون. I like working with kids. فبتجاوب على السؤال. افترض I would prefer working with adults. بنتقل للسؤال بعده، 11 question بنجاوب عليهم واحد واحد، فبيطلع عندك ايش الانس يعني الذي يغلب على ظنهم. طبعا هاي الاسئله بتلاحظوا راح تكتشفوا انه هي اسئله تتحدث تكتشف فيها ذاتك وشخصيتك والنمط اللي انت بتفضله. نعود للبرزنتيشن. فبالتالي هذا ممكن كثير يساعدكم في الكويز في اختيار التخصص، وتعرفوا البيرسوناليتي تاعتكم. يعني احيانا الواحد بيكونش عارف البيرسوناليتي تاعته، فهذا من الايش من الكويزز اللي ممكن تساعده كتير. طيب في برضه كتاب بنصحكم كمان، هاي الرابط تاعته The Ultimate Guide to Choosing a Medical Specialty، ممكن تتعرفوا عليه كتير. استثمروا اليوم اللقاء اليوم عشان تتواصلوا مع الاختصاصيين وتتواصلوا مع المقيمين، تتعرفوا على الاختصاصات وتعرفوا كل تخصص شو هو. واذا كان عندكم مخاوف من تخصص معين انكم ممكن تتواصلوا معهم. طيب نكمل، خلصت احنا هلا حديثنا عن رغباتنا وامكانياتنا وين مجالات اللي احنا ممكن نتقنها ونبدع فيها. خلينا نتكلم عن الفرص المتاحه اليوم، ملتقى للتعرف على الفرص المتاحه. ونصيحه، وسع مجال الفرص، مجال الفرص اوسع بكثير مما نتصور. طبعا الان مع جائحه كورونا يعني اصبح سبحان الله، الله سبحانه وتعالى كيف يقدر امور عجيبه. اللي كان مخطط يطلع على اوروبا ولا امريكا الان يمكن تأجل برنامج عدة سنوات، الله أعلم كيف. ولكن يعني في الظروف العادية يعني أنا ممكن تكون تفكر مش بس فقط في الخيارات المعدودة أمريكا ألمانيا هلأ عشان الجراحة، ما زال في بعض الناس بزبطناها بعرفش أنا كيف وضع بريطانيا. في صديق إلي بقول لك أنا بدي أتخصص عيون، والعيون هاي بيعرفوا أنه أحسن يعني من أحسن الأماكن في العالم في إسبانيا، فراح درس لغة إسبانية، درس لغة إسبانية وراح على إسبانيا تخصص عيون، وبعد الإسبانية طلع على بريطانيا.
طبعا انا ما بعرف اذا فعلا العيون احسن مكان هو اسبانيا ولا لا يعني، بس انا بحكي لكم او ما زال هيك كذلك، انا بحكي لكم ايش كانت تجربه صديقي هذا. فبالتالي اذا كان العائق هو اللغه ادرس لغه. الان تشاينا از كامينج، تشاينا از كامينج، الصين قادمه، ادرس لغه صينيه ها وادرس وتخصص في الصين. طبعا هلا في بعض طلابنا اصلا بدرسوا طب في الصين يعني. الان في نصيحه كثير انصحكم فيها وتعملوها، اعمل تدريب تطوعي. يعني افترض انه احنا عشان ازيد الفرصه تاعتي، انا والله حابب منشن اني بدي اتخصص في مستشفى خاص مثلا فلاني كويس، وهذا المستشفى طبعا عشان هو وفي التخصص الفلاني في القسم هذا انا حابه كثير. الان من الذكاء والحكمه انه روح اعمل اطلب منهم اني بدي اعمل تدريب عندكم زياده 3 اشهر 4 اشهر 6 اشهر لو على حسابك، لو تدفع لهم مصاري تمام. هذا في المقابل ايش بيصير؟ بيصير انه انت بتعرفهم اكثر، هم بيعرفوك، بدخلوك معهم في السيستم، ادخل بشكل رسمي يعني اوراق رسميه تمام، بحيث انه لما تصير فرصه الاقامه المنطق يقول انه انو اولى بالنسبه لهم، يجيبوا الواحد اللي بيعرفوه بيعرفهم وجربوه وفحصوه واختبروه، ولا يجيبوا واحد جديد عمرهم ما عرفوه. فبالتالي بلا شك هذه خطوه كثير اساسيه. انا واحد من الناس مارستها، قعدت في الاقتصاد الصحي متطوع يعني، كان اصلا في البرنامج الماجستير لازم تقعد شهرين زمن في شركه في بريطانيا، لكن هنا في الاردن قعدت 7 اشهر على الاقل متطوع في مؤسسه حكوميه على اساس انه اشتغل في المجال ايش الاقتصاد الصحي. اللي بدي اقوله انه التطوع هذا شيء كثير اساسي ويفتح عليك افاق واسعه جدا. كذلك بالنسبه للفرص، فكر بفرص نادره او عليها طلب، في عليها ديماند عالي. طبعا مش شرط هذه التخصصات عليها نادره، طب النفسي، طب الشرعي، طب الاسره عليه طلب، طب الصيني والصحه العامه وطب المجتمع. طبعا يمكن البعض هلا بقول لك هذا جاينا دكتور من النقابه يحكي لنا عن الطب الصيني ويحكي لنا تخصص طب صيني تمام، يقولوا شو هالدكاتره اللي جاينا. طيب بحب احكي لكم ترى بالمناسبه انا من المجالات اللي بدرس فيها وبدرب فيها ايش اسمه evidence based medicine. evidence based medicine الجامعة التي نشأ فيها ولد فيها العلم الإيفيدنس بيز ميديسن أو هذا المصطلح، جامعة ماكماستر يونيفرسيتي. ماكماستر بتعمل ورشة عمل سنوية عن إيش إيفيدنس بيز كلينيكال براكتس وركشوب، بتقسمها ثيمز، ثيم باطني، ثيم جراحة، ثيم أطفال وهكذا. واحد من الثيمز تراديشنال تشاينيز ميديسن، يعني التشاينيز ميديسن ممكن يكون إيش إيفيدنس بيز. في ندوات حكيم السابقة كان يطلع لي ناس دارسين في الصين طب يسألون شو تخصص، كنت أوجههم ادرسوا traditional Chinese medicine، أنتوا بتتقنوا اللغة الصينية، ففي عندك مجال للتميز مفقود عند غيرك. هذا نقطة كتير مهمة حطوها في بالكم. بتعرفوش يمكن في المستقبل نلاقي حالنا إيش والله نبتعث طلاب على الصين عشان نفتح department traditional Chinese medicine في كلية الطب. والله إذا كان في حدا في الجروب هون يعني حابب يحكي لنا ودارس في الصين، بالله يحكي لنا، لانه راح يكون فرصه سعيده فعلا انه نعرف انه ما زال في ناس موجودين معنا ودارسين في الصين. طيب في تخصصات ثانيه نشوف الفرص. في طلعت في خطه تنفيذيه لاصلاح القطاع الصحي الاعوام 2018-2022، طلع منها محور الرعايه الصحيه الاوليه، حكوا تغطيه المراكز الصحيه باطباء اسره من خلال زياده اعداد الاطباء الملحقين ببرنامج الاقامه للحصول على التخصص بواقع 100 طبيب مقيم سنويا. هم مستعدين بدهم يقبلوا 100 طبيب مقيم سنويا يا جماعه الخير، وهذا فعلا هو الحاصل. انا الان اشتغل في وزاره الصحه ومطلع، يمكن مش 100، اقل من 100 بشوي، ولكن حقيقه اعداد الاطباء الاسره اللي قاعدين بيقبلوهم اعداد كبيره، وبالتالي هذه فرصه حقيقه للتخصص وخدمة الناس وخدمة المجتمع وخدمة البلد بهذا التخصص. أحكي أكثر عن الطب الصيني حقيقة أكثر من هيك ما أعرفش يعني، أكثر من اللي حكيته. يعني ممكن تبحث عنه أكثر. الطب الصيني له مجالات كتير كبيرة أتصور في المستقبل. China is coming بحب أحكي لكم. طيب الآن فبالتالي طب الأسرة هي فرصة، والآن حتى في الستايل بعديها بيحكوا أنه ممكن أبنوا مقاعد في جامعات أردنية لأبناء العاملين، هذا يمكن ما تفعل هلأ، بس الآن طب الأسرة أحد المجالات اللي ممكن فعلا يكون مجالات كتير كبيرة. إيش التخصصات الفرعية طب الأسرة؟ يعني
طب الأسرة قوته إنه يبقى إيش جنرال، لكن في البعض يتخصص بيديات يعني تشايلد كير، ماتيرنال كير، جيرياتريك. جيرياتريك هذا من التخصصات النادرة حقيقة، جيرياتريك كتير ممتاز الجيرياتريك. بعضهم بتخصص سبورت ميديسن اتسترا، وممكن يعني بصف في اهتمام. أترك إجابات الفرعية لكل تخصص لما تلتقوا مع في الجزء الثالث من ملتقى اليوم، راح يكون في لقاء مع اختصاصي، راح تقعدوا كل واحد ممكن يدخل مع الدكتور المتخصص في مجال معين ويسأله باستفاضة ويستفيد منه أكثر. طب المجتمع أحد المجالات اللي للأسف يعني يعني حتى طب الأسرة كمان للأسف الناس بتدخل عليه من باب إنه من القلة، يعني عفوا على الكلام، يعني أنا كتير من زملائي دخلوا طب الأسرة ليش؟ لأنه هذا اللي أتيح لهم، أو لأنه خاصة البنات بدهم تخصص ما يكونش فيه مناوبات كتير، خفيف لطيف تمام، فمن هذا الباب دخلوا طب أسرة، وهذا حقيقة يعني آلية غير صحيحة لاختيار التخصص. وطب المجتمع إنه يتم كمان الحديث إنه والله دخلت التخصص من باب إنه والله هذا اللي صح لي، حقيقة هذه ليست الطريقة الصحيحة. مرة تانية المنطق اللي يقول إنه والله الشاطر أدخل طب، واللي أقل منه أدخل هندسة، واللي أقل منه أدخل محاسبة وحسب المصابة وين موجودة، هذا منطق فاشل لا يدير الحياة ولا يحركها. المنطق الصحيح أنا يعني إذا بدنا نطبقه في الطب، الشاطر يدخل الشاطرات البنات يعني عيون، أو الشاطرين الشباب، بس قليل غالبا الشباب يطلعوا على برا، أما البنات الشاطرات ممكن يدخلوا عيون، ما صح لهمش ديرما، ما صح لهمش الشباب يدخلوا أورثو، إذا مش أورثو يورو، هذا منطق الطبقي. هذا حقيقة المنطق غير صحيح أنه نستمر فيه ونمارسه. فدعوتكم لكم بالمقابل اللي بدخل طب أسرة ولا طب مجتمع ولا أي مجال، ولا تاريخ ولا سياسة ولا اجتماع ولا رياضة كويس ولا كمبيوتر، أي مجال في حياته يدخل عن رغبة واهتمام وحب وشغف سيبدأ فيه ويتميز. اللي يدخل مجال من باب إنه هذا اللي صح لي سيجد نفسه لا مش قاعد حقيقة يبدع ولا يتميز. طب المجتمع الآن هو التخصص اللي هو الكلمة العليا في وبائية كورونا. الآن لجنة الأوبئة اسمها لجنة الأوبئة، الكلمة المسموعة الأساسية لمن؟ لأطباء المجتمع، أطباء الإبيديميولوجي، إبيديميولوجيست تمام؟ اللي كملوا وبائيات سواء معهم طب مجتمع أو كملوا PhD إبيديميولوجي، هدول الناس هم اللي لهم الكلمة العليا تمام؟ فبالتالي هذا مسار من المسارات كثيرة في موضوع الأوكيوبيشنال هيلث، إنفيرومنتال هيلث، الإبيديميولوجي، الإيفيدنس بيست ميديسين. اللي طور الإيفيدنس بيست ميديسين بالمناسبة طب إبيديميولوجيست. الآن مسار اللي عندنا في الأردن في الطب المجتمع، في عندنا مسار إقامة في وزارة الصحة، هذا جديد كأنه من سنتين ثلاث، في مسار آخر تأخذ ماجستير بابليك هيلث وبعدها تكمل خبرة سنتين وبعدها تكون إليجابل إنك تقدم البورد. ممكن تسألوا عنه هذا في مكان سياق آخر. نكمل. طيب حتى لو بقيت طبيب عام، قبل ما هاي في زميلنا محمد بيقول هو دارس في الصين وكان من مواد الجامعة طب الصين التقليدي، وهذا إشي كتير ممتاز. حسن أنا جاوبت بالنسبة للسبس الفامل ميديسان، ممكن تسألوا أكثر في جيرياتريك، تشايلد كير، ماتيرنال كير، ويعني في اختصاصات أخرى، لكن قوة الفامل ميديسان الحقيقية أنه يبقى إيش جنرال فامل ميديسان. طيب افترضوا أنك أنت ما ضبط معك تتخصص وبقيت طب عام، كيف ممكن كيف تطلع إيش حقق غايتك؟ تحقيق الغاية التخصص إحدى المجالات، والتخصص بإيش ممكن زي ما قلنا بالشرط شهادة، ممكن تخصص مثلا يكون عندك ريسيرش في مجال معين فتعتبر أنت مرجع في هذا المجال. تميز قد يكون تميزك في كوميونيكيشن سكيلز، أنت طبيب عام لكن قاعد متميز في حديثك، ممكن تسبق حقيقة طبيب تخصص لا يتقن إنه الكوميونيكيشن سكيلز. ممكن تميزك يكون بالندرة، يعني وجودك في سياق، الله أكبر الله أكبر، وجودك في سياق إنه بلدة نائية، منطقة ما فيها اختصاصات كتير، إنك تملأ الفراغ فيها فتكون أنت المتميز وأنت المرجع. طيب الآن في تخصصات أخرى كتير مهمة، Health Service Management، Public Health، Evidence Based Medicine، Health Education، Health Policy، Health Economics تمام. هذه المجالات في بعضنا
يعني هي بالنسبة للبعض هي مجال أساسي، وهي حقيقة مجالات أساسية، يعني ليست ثانوية حقيقة، هي مجالات أساسية. لكن إحنا بنتفاوت، في بعضنا مش طايق الطب كلياته، زي ما قلت لكم صديقي مش طايق الطب، راح كمل هيلث إيكونومكس، اتس جود، ما في مشكلة، أو راح كمل بابليك هيلث. في واحد صديق آخر صابته إصابة حادث سير، جعل عنده مشكلة يعني صحية، فآثر أنه يتحول يترك الكلينيكال، فدرس ماستر بابليك هيلث وبيشتغل في هذا المجال. فهذا ما بنعتبره إشي إضافي، هذا بنعتبره هو التخصص الأساسي، تمام؟ لكن ممكن في طبيب عام ما زبطتش معاه أنه يكمل كلينيكال ميديسن، وشايف حاله عنده انترست وبده يقوي حاله في مجالات معينة، ممكن أحد المجالات يدرس ماستر ديجري إذا وضعه المادي بسمح له، مثل هاي المجالات، ويفتح لحاله كارير باث شوي بيختلف عن الكلينيكال ميديسن. ممكن رغم هذا كله لا، في زملاء يكونوا بلشين في التخصص وتخصصوا وبوردد، وبعد ذلك هم ما زال عندهم اهتمام في واحد من هاي المجالات، هذولا أنا بدعوهم يكملوا في هاي المجالات، لأنه راح يستفيدوا منه كتير وراح يخدموا فيه كتير كويس، وراح تتوسع آفاقهم بشكل هائل جدا. وقتها في نقطة كتير مهمة، إنه ما تفكر إنك تترك التخصص تاعك، تترك البورد، تترك الإقامة على أساس إنك تدرس هاي المجالات، لا، كمل البورد ثم اكمل هاي المجالات. يعني أضرب لكم مثال، يوم الأيام واحد بيتصل فيي بيقول لي أنا بحب الهيلث سيرفيس مانجمنت، أنا بحب الإدارة الصحية، وإحنا قرأت مقال إنه الأطباء هم أضعف الناس في الإدارة، يعني مش قويين في الإدارة، الله أعلم مدى صحة الكلمة. طبعاً هو الأصل إدارة المستشفيات مثلاً يكون مش طبيب، بس إحنا عنا بعينه طبيب للأسف، ولكن الطبيب هذا ليس على يعني كفاءة. فبالتالي أنا هو بتخصص، كان تخصص كلينيكال، مفكر شو يعمل، يدرس في نفس الوقت التخصص في أحد المستشفيات الخاصة، يروح يدرس ماجستير إدارة خدمات صحية. قلت له أنت كيف راح تلحق التنين مع بعض؟ كانت نصيحتي إنه مثل تخصصه الجراحي، هذا كان تخصص جراحي، إنك أنت كمل التخصص، حصل البورد، بعد ما تحصل البورد لو أخذت لك ورشة عمل دبلوم أونلاين ترينينج في الإدارة الصحية، سيكون حضورك واهتمام الناس بك أكبر، وهذا واقع مجتمعنا للأسف، من اللي دارسين إدارة صحية ومعهم بي اتش دي في الإدارة الصحية. لأنه إحنا بالنهاية بتلاقي مين برأس القسم، مين برأس قسم الجراحة مثلا أو الباطني، هو طبيب باطني راح يكون. الآن يكون عنده خبرة في الإدارة وماخذ دورات في الإدارة، which is good. والله حاب مهتم أكثر يشتغل على مجال الهيلث بوليسي، ممكن لو إنه أخذ دبلومة يكون محقق غاية كتير كبيرة. وبالنهاية ما دام هو عنده هذه الأساس المتين القوي جدا في البورد، في الاختصاص، حتى الاختصاص الفرعي، هذا يتيح له قدرة على التعلم في مجالات أخرى دون الحاجة لأخذ شهادة معينة. بأكد هون على الفكرة اللي بدي إياها، هاي تخصصات جدا مهمة، لبعضنا هي تخصص أساسي، لبعضنا هي فرصة يحسن مساره، لبعضنا هي إيش؟ هي تخصص زيادة لتوسيع آفاقه. هذا الأخير كمل البورد، حصل البورد، بعدين فكر بالأشياء الثانية. طيب الآن في أشياء، أسئلة كتير بتنطرح، أنا إيش بدي أختار التخصص؟ هاي 10 عوامل ممكن تساعدك. نوع التخصص زي ما حكينا، physician know they self، إنه والله راح أتعامل مع الكبار ولا مع الصغار، شو المحتوى العلمي والسريري، هاي النقطة الثانية، والله هذا علم كبير بدي أدرس كتير أشياء ولا علم صغير، بدي أكون superficial أعرف إشي عن كل إشي زي الفاميلي ميديسن والإي آر، ولا بدي أعرف التخصص محدد بديتيلز كتير، بدي أشتغل أحرك دماغي أكتر من أحرك إيدي، ولا بدي يكون التنتين، قديش بدي أحتك مع المرضى، احتكاك بسيط جدا، بديش أشوف مرضى راديو، بديش أشوف مرضى خالص باثولوجي كويس، طب مختبرات، طب المختبرات أحد التخصصات اللي إحنا برضو هذا يعني بنحكى يعني قليل ومش موجود كتير، وفي مجال التخصص فيه عالي طب المختبرات. يعني هلأ كل الحديث عن الكورونا وكيف يتم الفحص وشو التست الأنسب،
هذا بدنا واحد يكون متخصص في طب المختبرات عشان يعرف يجاوبنا بشكل أفضل فيه. نوعية المريض، المريض بده يكون يعني والله دائما عنده يعني يعني في بعض الأطباء طبيب أطفال مثلا بحب يكون بيدياتريك نيورولوجي، المرضى اللي عنده عندهم إعاقات وعندهم عندهم هو يتقبل ذلك ويتحمله. في المقابل طبيب آخر بقول لك أنا بحب بيدياتريك ريسبيراتوري بالمونولوجي. ليش؟ بقول لك لأنه إذا كان مثلا من أمراض الشعب برونكالأزمة إنه once he treat them him كويس المريض بيرجع بتحسن، فهو بيعلق لنا this is why I like my job. وواحد آخر مثلا بقول لك يعني وجود عمليات جراحية متنوعة هذا بيعطيني فرصة ومتعة في الممارسة. كمان الفرص المتاحة للتنافس على التخصص والزمالة، ما تفكر فقط في التخصص، فكر في الزمالة. مكان الاجتماعية مهم انك تفكر في المكان الاجتماعي ترى بالمناسبة، بس مش رقم واحد، احنا عدنا نحاول نكون بالانس، مش رقم واحد بس مهمة. تمام؟ يعني بالنهاية احنا واجعلنا للمتقين إماما، بدنا يكون عندنا مكان مرموقة، أو بدنا نكون احنا ليدرز في مجالاتنا، مش بس على مستوى البلد، على مستوى الإقليم بل على مستوى العالم. بده يقال بين المتخصص في المجال الفلاني على مستوى العالم يقال فلان، بدنا ناس منا. نمط الحياة، في ناس مستعد انه يضلوا ينطلب لنص الليل حتى لبعد 40 و50 سنة، وفي ناس بقول لك لا 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 خلص بكفيني انا، يعني ما بدي من البداية ما بدي منوبات. مدة برنامج التدريب، في ناس مستعدين 6 سنوات طب وكمان 6 سنوات اختصاص وما عندهم مشكلة، ولكن في ناس بقول لك لا انا بدي اقصر اشي واخلص خلص. قديش الدخل اللي بدي احصله؟ بس برضو هذا نقطة مهمة، احنا بدنا مصاري، بدنا نستغني عن حاجة الناس، هذا مطلب شرعي بالمناسبة، بدنا نكون مستغنين عن حاجة الناس، بالعكس تكون لنا الكلمة اليد العليا خير من اليد السفلى، ندفع أموالنا صدقات للناس ولا انه ناخذ صدقات من الناس، هذا شيء مطلوب، لكن ما يكون السبب الأساسي والدافع والمحرك الأساسي وين التخصص اللي فيه مصاري أكثر. كذلك من الأشياء اللي لازم أفكر فيها فرص العمل المتاحة. طيب نفس الاشي، في أسئلة هاي نفس الأفكار، لكن من النصائح اللي بحطوها take a medical specialty aptitude test اللي حطيت لكم إياه، talk to others in the field، واليوم فرصة تحكوا مع الناس، don't choose a specialty for wrong reason، زي ما حكينا إنه الناس رح يصير rich أو إنه رح يصير عندهم مكانة اجتماعية. طيب في فكرة مهمة جدا نحطها في بالنا، موضوع trade off، هذا في الاقتصاد كوني دارس اقتصاد صحي، trade off أو في مصطلح تاني اسمه opportunity cost. في نقطة كتير مهمة تحطوها في بالكو، لن تحصلوا كل شيء في حياتكو، بدك تحصل شيء مقابل شيء. تمام؟ يعني احنا بنعرف انه الآن بعض الجامعات، مستشفى الجامعة، مستشفى التكنو، بحطوا علامة للي بيعمل امتياز عنده، حتى لو كان خريج الجامعة ممكن يخسر مقعده نتيجة انه مش عامل امتياز فيه عنده. تمام؟ هاي الرول معروفة واضحة للكل. تمام؟ انت اخترت تروح تعملش امتياز في الجامعة الأردنية علشان تتفضى وتدرس اليو اس امالية كويس، وبعد هيك فقدت مقعدك في الجامعة الأردنية، حتى لو كنت انت من اوائل الدفعة من الشاطرين، بصح لكش تحكي ولا كلمة. بالنهاية في غيرك، وبعرف زملاء عملوا امتياز في الجامعة الأردنية وبعديها ما قدموش مباشرة للجامعة الأردنية، راحوا خسروا سنة كاملة من حياتهم، تمام، عشان يدرسوا امتياز، عشان يدرسوا اليو اس ام اي ويقدموا الامتحانات هذه، وبعدين راحوا قدموا على الجامعة الأردنية بحيث انه يمشي في برنامج الإقامة، وبعدين حتى يكسب الوقت عبين ما يصير معاه الماتش ويطلع فيه على أمريكا. القصد هذا ضيع سنة مقابل ايش؟ يدرس الامتحانات، ما يخسرش فرصة الإقامة في مستشفى معين بده اياه. وهكذا في كل شيء له ضريبة. التخصص والزواج، هل هنالك ثمة علاقة؟ حقيقة أنا يعني ما أعلم إذا في دراسات، لكن أتصور أنه يمكن كثير من الزميلات والله أنا أتخصص ولا أتزوج، طبعا للأسف فرص الزواج كثير، نسأل الله أنه يعني يزيدها، فبالتالي ممكن أخسر هذه الفرصة بالنسبة لي، قد تكون هي أولوية مقدمة بالنسبة لي على أشياء كثيرة. طيب في حال نويت إكمال التخصص في الخارج، في نصائح مهمة بصراحة يا جماعة الخير، اجعل ما يربطك لترجع. رجاء احنا اكبر ازمات developing countries، العالم النامي، الدول النامية اللي هي brain drain، هجرة العقول، هجرة الأدمغة، ابنائنا ينفق عليهم، اذكياءنا
كلهم بيطلعوا بيخدموا قاعدين برا بلادنا، ما بنستفيد منهم كتير إلا إذا كان في تحويلات مالية، ولكن حقيقة اللي بنحتاجه أكثر من التحويلات المالية، نحتاج عقولكم أنفسكم أنتوا تبقوا موجودة وترجع للبلد. روح على برا وتخصص، أنصحكم تعملوا هاي الخطوة واستفيدوا من علوم هديك وتعالوا عنا. ابنوا هذا الكلام عشان ترجع، دع سقفا لما للعلم اللي تحصله، ما تتخصص في مجال كتير متقدم بحيث بس ترجع عنا ما تلاقيش منه مجال للشغل. أنا في لحظة من اللحظات كنت أتخصص أخذ PhD في الهيلث إيكونومكس، نصحني عدة أطراف إنه ما في إلك مجال عمل، وإذا رجعت رح تلاقي صعوبة ترجع بعد PhD، وهذا طبعا غير إنه بعد ما تكون قطعت سنوات طويلة وكلفة عالية جدا، فبصير فرصة الرجوع صعبة. ارجع بعد ما تكون أنت عارف إيش السقف اللي رح تحصله، وتعال اخدم بلدك ضمن هذا السقف، وبعدين بتطور أفكارك بتكمل. اختار الإشي اللي بيحتاجه بلدك، تروح تخصص في مجال ما حد راح يستفيد منك فيه، ما مش مناسب. اجتهد قد ما تقدر لأنه الأم بحاجة إليك، وضع خطط بديلة كتير حتى لا تخسر سنوات من عمرك. يعني أنا بعرف زميل إلنا طلع على أمريكا وقعد أول سنة، والسنة الثانية قرر إنه بده ينتقل لمستشفى ثاني. عشان ينتقل لمستشفى ثاني اللي صار إيش؟ احتاج نوع فيزا مختلفة، الفيزا الثانية ما صبتتش معاه، اضطر يرجع على الأردن ويتخصص داخل الأردن. فهذا حاطط بباله alternative plan، بحيث أنه لو ما زبطت هيني أنا عامل امتياز مثلا في المستشفى الفلاني، فرص للتخصص راح تكون أوسع. طيب للامتياز حتى تزيد فرص التخصص عمل، حط خطط بديلة. خلصت الامتياز، بعد الامتياز بدي يكون في عندي بلان إيش أسوي، ما بدي يكون في عندي فترة فراغ. واحد من الأطباء يعني واحد من الأطباء يوم الأيام بيحكي معي، صحت لي فرصة في مستشفى خاص بس راتب قليل وبصر شو يعني عايز طبيب عام يعني ويعني متلكئ كأنه. قلت له ليكون متردد أنت بالطريقة هاي، قلت له بتروح مباشرة بتعمل بالنهاية. لما أنا افترضوا أني أنا مدير اختصاص معين بدي أوظف واحد في القطاع الخاص، أنا بفضل واحد شغيل وقاعد ولا واحد قاعد في البيت؟ اكيد راح افضل الشغيل واللي قاعد ايش في البراكتس، ما سمحش بسنوات فراغ. اثنين، اختيار مكان الامتياز مهم جدا، راح تسمعوا عنه اكثر كمان شوي. ركز وما تشتت كتير بين خيارات كتير 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 بتصفي بلا رؤيه. ركز على إشي معين وانتقل خطوه بخطوه، واستثمر السنه للتعرف على ذاتك وتطوير نفسك. طيب صهيب بحكي صحيح على ايش مش عارف بالضبط، بس على كل الآن في لحظة اللحظات قد تجد نفسك إيش بدك تفاضل بين اختيارات والله بين مثلا يعني طب أسرة وبيدياتريكس. أنا وصلت لنقطة مثل هيك والله مش كتير على كلهم. طيب الآن أو أنت محتار بين اختيارين مجالين معين، فبدك تفاضل بيناتهم. بنصحكوا في هذا الموقع، موقع اسمه Mind Tools، عدة دماغ كويس، في بند خاص بالديسيجن ميكينج، افتحوا عليه mindtools.com كويس، وفي تولز معينه تساعدكم كيف تفاضلوا ما بين اختيارات الخيارين او ثلاثه امامكم. في توصيه اساسيه وكبيره جدا، اجتهد وثابر بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي، تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. يعني يا شباب ما بيزبط أقعد أنا مرتاح، لا بدي أدرس ولا بدي أجتهد ولا بدي أجيب علامة في الامتحان ولا امتحان الامتياز ولا امتحان الإقامة ولا ولا ولا، ثم بعد ذلك أشكي وأبكي وأقول فرص التخصص قليلة، ما بزبطش. اللي بده شيء يسعى له، ومن له همة وعنده غاية وعنده هدف بدرس وبيعمل وبيحقق اللي بده إياه، حتى لو برا البلد وامتحانات أمريكا وبريطانيا وألمانيا واللي بدك إياه. فاجتهدوا يا جماعة الخير، بدك تتخصص بدك تجتهد، وتذكروا النوليدج بند أساسي والسكيلز بند أساسي في نجاحك المهني والوظيفي. رسائل أساسية، فكر بخطة حياتك اولا، وحاجة بلدك لا تنسوا حاجة بلدك، ولا تحصر خياراتك مبكرا، اعطي خيارات هيك مفتوحة، لانه انتم ما لانه الفرص المتاحة محدودة، فتحصرش حالك بكير انا بدي هالتخصص الوحيد وبديش غيره. والتخصص ليس الخيار الوحيد للنجاح، التخصص بالمعنى
الشهادة ليس الخيار الوحيد للنجاح. طبيب اختارت إنها تترك الطب وتقعد مع أولادها حتى بعد البورد، أنا بعرف زميلات عديدة بالطريقة هاي، بعد البورد قاعدين مع أولادهم، بالنسبة لهم النجاح العائلي أهم بكثير من إيش البورد والكلينيكال ميديسن. ركز على رغبة، فرصة، قدرة، رفق، فكر بالخطط البديلة، اجتهد وثابر. ختاما، الله سبحانه وتعالى يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إحنا يا شباب ويا زميلاتنا ويا زملائنا، إحنا في مجال التخصص هذا عمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، الدراسة والعلم وطلب العلم عمل عظيم عند الله، نبتغي فيه وجه الله، في نفس الوقت لا ننسى نصيبنا من الدنيا. زي ما قلنا بدنا نكون إحنا قامات علمية وإلنا مكان اجتماعي وبدنا يكون عندنا مال ونستغني عن الناس، تمام؟ فبالتالي أحسنوا كما أحسن الله إليكم. إحنا الله سبحانه وتعالى أحسن إلينا بالعلم وبالصحة، كم واحد وبالإيمان، كم واحد تخصص عندنا، كم واحد معاه طب، كم واحد يتمنى أن يدرس طب، تمام؟ وحتى لو أنت مش حاب الطب، الله سبحانه وتعالى أحسن الله سبحانه وتعالى إليك وعلمك هذا المجال. ولا تبغي الفساد في الأرض، ما يكون غايتك من التخصص أنه بالنهاية تحصل مصاري وتفجر في الأرض، أو تكون مسؤول كبير ثم بعد ذلك تغلب مصلحتك الشخصية أو مصلحة الناس على مصلحة الناس، بل بالعكس أحسن كما أحسن الله إليك لأن الله لا يحب المفسدين. الله يعطيك العافية وبارك الله فيكم جميعا. إحنا تأخرنا على الوقت دقيقة، إذا بدكم أي سؤال أنا جاهز.